يا عم عاوز عشان هنجيب زينة للشارع. يا قلب عم انت، ده احنا سادس يوم رمضان يا ابني، يعني رمضان قرب يخلص، زيني تير وقت. معلش يا عم ده لسه بدري. حاضر يا عم، خد ال10 جنيه، خلي العيال تفرح. ايه الحكاية؟ اوعى تكون فلوس النور، ده مقضيها دافع فلوس النهارده. اتفضل يا حبيبي. يا عم عايز 5 جنيه عشان هنعلق الزينة في الشارع. هو كل واحد بياخد على جد ولا ايه؟ يا ابني لسه واحد واخد منا 10 جنيه للزينة. من غير ده هو من الشارع اللي جنبينا. الشارع اللي جنبينا؟ يعني انا اتضحك عليا؟ معلش يا عم هات عشان الحق اجيبه وعلق. مستعجل قوي؟ خد يا عم امسك. عارف ما واحد يجي لي تاني؟ لا بتاع رقبته. جبت كام؟ 5. مش قلت لك 10 يا ولاد الحرامية، حرامية!